أهلا وسهلا بكم. فيديو جديد وشرح جديد. اليوم راح نشوفه مع بعض مراجعة في مادة اللغة الفرنسية لتلاميذ سنة ثانية متوسط. بروجي دو. بروجي دو شرح تقرأ فيه تقرأ لا فابل. راح نكمل دائما مع القصص وعالم الخيال. في الفصل الأول كنا قرينا على ان كونت، كنا قرينا على القصة ان كونت، فهمنا وش اللي كاين في القصة، منين تتكون القصة. في هذا البروجي في السيكونس هذه راح نقراو لا فابل. لا فابل سي كوا اون فابل؟ لا فابل هي حكاية أبطالها حيوانات غالبا. إذن كي تلقى حكاية ولا قصة الأبطال تاعها حيوانات، نقول بلي راهي فابل. داكوغ، مادام هذه الحكاية أبطالها حيوانات، يعني لي بيرسوناج سون دي زانيمو. لي بيرسوناج سون دي زانيمو، الشخصيات راح تكون حيوانات. هنا مادا بكم تعرفوا الاسماء تاع الحيوانات، تاع اغلبيه الحيوانات، عدد من الحيوانات لازم تكونوا تعرفوا الاسامي تاعهم. كما قريتوا في السنه 5 ابتدائي في اللغه الفرنسيه قرينا مجموعه من الحيوانات ووصف الحيوان. هنا لازمكم تعرفوا الاسماء تاع الحيوانات، هكا باه كي يطيح لكم في النص تعرفوا الشخصيات اللي موجودة في هاد الحكاية، في هاد لافابل. داكوغ، تنتهي اون فابل بعبرة تفيدنا في الحياة، يعني كل فابل عندها عبرة، هاد العبرة تفيدنا في الحياة. شاك فابل سو تيرمين باغ اون مورال، هاد العبرة سميوها اون مورال. داكوغ، لا مورال ولا اون مورال عبرة. أتمنى أنه واضح، أي حاجة ما فهمتوهاش خليو لي في التعليقات. تأتي لافابل غالبا على شكل حوار، ديالوج. الحوار هو لو ديالوج ولا ان ديالوج. داكوغ، هنايا فهمنا لافابل، فهمنا كيفاه نتعرفو، كيفاه نعرفو على فابل. قلنا بلي لافابل هي حكاية أبطالها حيوانات، يعني الشخصية تاعها راح يكونو حيوانات. العبرة تنتهي غالبا بمورال، بحاجة نسميوها مورال، هي العبرة. داكوغ، vocabulaire les verbes introducteurs de parole. نقراو على لي فيرب انتروديكتور دو بارول، الافعال التمهيديه للقول. هادو لي فيرب انتروديكتور دو بارول هما الافعال التمهيديه للقول، وتستعمل هذه الافعال اما لي السؤال كما هنايا بور بوزي اون كيستيون. كي تلقاو الفيرب انتروجي تلقاو لو فيرب دوموندي، هنا تعرفوها بلي راهي هذا الفعلين للسؤال. دوني اون ريبونس، دوني اون ريبونس للاجابه، تستعمل كذلك للاجابه مادام عندنا سؤال كاين اجابه. ريبوندي لو فيرب ريبوندي، لو فيرب ديكلاري، لو فيرب دير. داكوغ، دوني اون اوردر، دوني ان اوردر، باردون، دوني ان اوردر للامر، تستعمل كذلك للامر، لاعطاء امر. كي تلقى الفعل اوردوني تلقى الفعل اكزيجي، هذه هنا تعرفها باللي راهي الامر. المهم ليسونسيال هادو كامل راهم لي فيرب انتروديكتور دو بارول، راهم الافعال التمهيديه للقول، كل واحد برك لهنا الغرض تاعو. اكسبريمي ان سونتيمون يعني للتعبير عن شعور ولا التعبير عن احساس. تلقاو لو فيرب اكسكلامي، تلقاو لو فيرب سيتوني. داكوغ، يعني الافعال تاع الافعال القول هذه عندنا لو فيرب انتيروجي دوموندي، كاين عند حد نسال تسمى هنا استعملوا للسؤال. ريبوندي ديكلاري دير للاجابه. اوردوني اكزيجي للامر. سيكلامي سيسكلامي سيكسكلامي اي سيتوني، هادو نستعملوا للتعبير على شعور. نزيدو نشوفو لي سيني دو بونكتواسيون دون لو ديالوغ. قلنا بلي لا فابل تجي غالبا على شكل حوار، ان ديالوغ. لي سيني هما العلامات، لي سيني دو بونكتواسيون علامات الوقف، علامات الوقف اللي نوجدها في الحوار. لي تيغي هما المطاط، هذه تستعمل للانتقال بين شخصيات الحوار، يعني كي تلقى مطة راهي شخصية تتكلم، زيد ندير مطة وحدة أخرى راهي شخصية أخرى. داكوغ، لي دو بوان يعني نقطتين تدل على الكلام، يعني ابتداء الكلام
ندير الشخصيه وندير دو بوان ونحطو القوه تاعها. ليغومي هادو يكونوا بهذا الشكل. هنايا يجينا الكلام، هنا الكلام عبارة العبارة اللي نطق بها المتكلم راح تكون هنا بين هذه المزدوجتين، هذو لتحديد الكلام. داكوغ، يعني هنا الحوار واش يجي، كي نجي نحب نكتب حوار راح نكتبه على شكل مطات، كل شخصية ندير مطة ونكتب الشخصية، نكتب الاسم تاع الشخصية مثلا وندير دو بوان ونكتب القول تاع هذيك الشخصية نحطو بين مزدوجتين. داكوغ، غرامير لي فالور، نشوفو في الغرامير لي فالور دو بريزون دو لانديكاتيف. بريزون دو لانديكاتيف نعرفوه باللي زمن الحاضر، كيصرفوا الافعال في زمن الحاضر. عندنا لي فالور يعني القيم تاع هاد البريزون دو لانديكاتيف، وقت نستعملوا البريزون دو لانديكاتيف وقت نستعملوا عندنا اربع حالات، راح نتعرف على اربع حالات. فيريتي جينيرال هي حقيقه عامه ولا حقيقه علميه، يعني حقيقه مثبته ثابته. اكزامبل لو سولي سولاف شاك جور، لو سولي سولاف شاك جور، يعني الشمس تشرق كل صباح، هذه حقيقه، كل يوم تشرق الشمس، كل يوم تشرق الشمس. لو سولي سولاف شاك جور، يعني الشمس تشرق كل يوم، هذه حقيقه. فيريتي جينيرال، كي تعود عندي فيريتي جينيرال راح نستعمل البريزون دو لانديكاتيف، هذا راه بريزون دو لانديكاتيف. هنا جا هذا لو فيرب برك، فيرب برونومينال، عادي تصرفو كيف البريزون، مصرف في البريزون، هذا هو التصريف تاعو في البريزون. ناراسيون، استعملوها ناراسيون لسرد الاحداث في القصص. اكزامبل مثلا هنا كي نعود نسرد في حدث معين راح نستعمل البريزون دو لانديكاتيف، كيما هنا في الاكزامبل هذا. ان جون برانس se promène dans le jardin. Un jeune prince se promène dans le jardin. الشاب الأمير يتجول في الغابة، في الحديقة. داكوغ، هنا راني نسرد في حدث معين، هنا استعملت لو بريزون دو لانديكاتيف. داكوغ، ما تشوفوش اللي هنا السو هذه، المهم هنا الفعل راهو مصرف في البريزون دو لانديكاتيف، هادو لي دي فيرب برونومينو. انوسياسيون يعني لحظه، لحظي في الوقت الذي يجري فيه الحدث، هنايا راهو يحدث الان. داكوغ، كيما لنا في ليكزومبل مانتونون جو ريفيز مي لوسون، مانتونون جو ريفيز مي لوسون، ولا نقدر نقولو مانتونون إيل ريفيز ولا إل ريفيز سي لوسون. داكوغ، لهنا لهنا راني نتحدث الان، مانتونون الان. داكوغ، لحظه انوسياسيون، كي تلقاو هكا راهي انونسياسيون، يعني اللحظه. او قادر يعطيك مثلا، يعطيكم جمله ويقول لكم حددوا لي لو فالور، لا فالور. هنا مانتونون جو ريفيز مي لوسون، الان انا اراجع دروسي. قادر تكون ابيتود، ابيتود يعني عاده، لا عاده يوميه، المهم تكون عاده. اكزامبل شاك ماتان كل صباح جو برون مون بيتي ديجوني. Chaque matin, je prends mon petit déjeuner. كل صباح أتناول فطوري. هذه بشكل يومي، يعني بشكل متكرر، راح تكون عادة، يا إما عادة يومية، يا إما عادة أسبوعية، يا إما عادة شهرية. المهم راح تكون عادة تتكرر دائما، راح نستعملو البريزون دو لانديكاتيف. كما هنايا جو برون. داكوغ، هادي عندنا لو فيرب هذا راهو في البريزون دو لانديكاتيف. راح نشوفو كونجيغيزون، عرفنا لي فالور دو بريزون دو لانديكاتيف، راح نشوفو الكونجيغيزون. لو بريزون دو لانديكاتيف اللي هو زمن الحاضر، عندنا لي فيرب، نعرفو بلي لي فيرب مقسمين لثلاث مجموعات، عندنا بروميي جروب، دوزيام جروب، تخوازيام جروب. البروميي جروب يخلصو بالاو ار، افعال يخلصو بالاو ار كامل، اللي يخلصوا بالاو ار راهم بروميي جروب، ما عدا لو فيرب الي. الي هو يخلص بالاو ار صحيح، لكنه في ثروازيام جروب. داكوغ، جميع الافعال اللي تخلص بالاو ار راهي بروميي جروب ما عدا لو فيرب الي، كيما لو فيرب بارلي هادو يخلص بالاو ار، فيرمي يخلص بالاو ار، مونجي هادو كامل، سو لافي راهو يخلصوا بالاو ار، هادو افعال المجموعه الاولى. دوزيام جروب افعال المجموعه، بروميير جروب هادو قلنا هادو بروميير جروب،
يخلصوا بالـ ER. هنا دوزيام جروب يخلصوا بالـ ER كيما لو فيرب فينير، لو فيرب شوازير، هادو النهاية راهي ER. عندنا في تخوازيام جروب يخلصوا، تقدروا تلقاهم يخلصوا بـ ER، تقدروا يخلصوا دي ار او دغ كيما لو فيرب فوندر بروندر. هنا اي ار كيما لو فيرب بارتير باغ اكزومبل، ويخلص بي ار صح بصح راهو تخوازيام جروب. عندنا واغ كيما لو فيرب فولوار، لو فيرب بوفوار، لو فيرب فوار. عندنا لو فيرب الي هو تاني تخوازيام جروب. راح نشوفو هادو النهايات، هادو النهايات كيفاه نصرفو هاد الافعال بشكل بسيط جدا. شوفوا عندنا الافعال المجموعه الاولى واش ندير، كي نجي نصرف الفعل عندنا ضمائر جو تو ايل ال، ايل و ال، عندنا نو فو، عندنا ايل افيك اس و ال افيك اس. داكوغ، عندنا لهنا مع جو واش ندير، انا نحي الاو ار، نكتب الفعل بلا او ار، يعني كما هنايا راح نكتبو هكا، راح نكتبو باغ لا. داكوغ، بالال هنا نحبس ما نكتبش الاو ار. واش نكتب، نكتب في بلاصتها او مع جو، او اس مع تو، او مع ايل و ال، او ان اس مع نو، او زد مع فو، او ان تي مع ايل افيك اس و ال افيك اس. يعني هنا راح نقول جو بارل ينتهي ب او، تو بارل ينتهي ب او اس، ايل و ال بارل تنتهي ب او. هادو لي تيرمينيزون، نهايات تاع الافعال في التصريف مع مع الضمائر، هذه مع جو تو ايل ايل و ال، نو فو، و ايل افيك اس و ال افيك اس. داكوغ، هنا بكل سهولة نحي الاو ار هذه ونحط في بلاصتها هذه النهايات، كل واحدة مع البرونون بيرسونيل تاعها، كل واحدة مع الضمير تاعها كيما هنا دو هام. يعني هنا راح نديرو هذا مع بعض. خيرت لكم هذا لو فيرب مونجي، هنا عرفوا كيف ندير. شوف عندنا هاني كتبنا لو فيرب مونجي، هو لو فيرب مونجي خلص ب او ار. هنايا واش كتبتو، كتبتو بلا او ار فيهم كامل. هنا نحدد انا راح نحط النهايه او، هنايا واش ندير، نحط النهايه او اس، هنا نحط النهايه او، هاي حطيت هادو. في مع نو هنايا لو فيرب هذا خيرته لكم على باه نفهمكم باللي رانا راح نديرو من المفروض نديرو او ان اس، لكن حنا ضفنا او، نضيفو او، هاي نورمالمون تكون هكا، هاي او ان اس، نزيدو او ان اس. علاش زدنا هذه الاو؟ باه نقولو نو مونجوان بور غاردي لا برونونسياسيون تاع الجي، يعني النطق تاع الجي، باه نحافظو على النطق الجي، لانه كون نديرو مباشرة او ان اس راح نطقوها مونغون. داكوغ، مونجون نديرو مونجي، هنا مونجون او ان تي. داكوغ، هادي هي فقط اللي يعودو يخلصو بالجي مع نو، حطو لهم او، زيدو لهم او، تولي او او ان اس هكا باه نحافظو على نطق الجي. هنا نفس الشيء، نكتب الفعل بلا اي ار، يعني نحيو نشطبو الاي ار ونحطو في بلاصتها هاد النهايات، هادي مع جو، وهادي مع تو، هادي مع ايل و ال، هادي اي دو زاس او ان اس مع نو، اي دو زاس او زاد مع فو، اي دو زاس او ان تي مع ايل افيك اس و ال افيك اس. نفس الشيء نشطب فقط لهادي الاي ار ونحط هاد النهايات. تخوازيام جروب عندنا لو فيرب الي، لو فيرب الي نصرفوه جو في، تو فا، ايل فا، نو زالون، فوز الي، ايل و ال افيك اس، فون. وهادو الافعال اللي يخلصوا ب اي ار و دغ و اوار. شوفوا دائما هنا في مع الضمائر، مع الضمائر المفرد هذوك راح نحطو اس و اس تي، هاي ديما نديرو اس و اس تي، يعني نحيو هادي الاي ار ولا هادي ونحطو نحطو هنا اس اس تي، هنا اس اس تي. هنايا في لو فيرب لي يخلصو بواغ نشطبو نحيو الواغ ونحطو اكس اكس تي. داكوغ، نفس الشيء بصح هادوك، نفس الشيء نحيو الاي ار ونحطو في بلاصتهم او، او ان اس، او زد، او ان تي، نفس الشيء. الفرق هنا برك فقط في الاول، هنا اللي يخلصو باي ار ودغ راهو نفسهم اس اس تي،
داكوغ، وهادو اللي يخلصوا با راح نديرو اكس و اكس تي كيما لو فيرب فولوار، راح يولي فو 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 تي ينتهي بتي، فولون فولي هادي فول ان تي. داكوغ، راح نشوفو امثله في الشروحات القادمه، راح نشوفو امثله على تصريف الافعال في البريزون دو لانديكاتيف. وصلنا لنهايه الفيديو، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. نقولكم سلام.